السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الفاليو انجينيرنج أو هندسة القيمة، ودي مش حاجة جديدة، دي من الأربعينات من القرن العشرين. شركة جنرال إلكتريكال هي اللي بدأت تخترعها وبدأت تطورها وبدأت تطور وسائل، والجذور بتاعتها موجودة من قبل كده. هي الفكرة كلها إن أي مشروع أو أي مبنى بيكون ليه أهداف، فالأهداف دي على أساسها بتقدر التكلفة. فبندخل إحنا بقى نشوف ازاي نقدر نقلل التكلفة مع ان الاهداف المطلوبة او الغاية من المبنى دوت تتحقق. يعني ما ينفعش اقول ايه المبنى ده 20 دور انا هخليه 10 بس ويبقى انا كده وفرت نص الفلوس، لا، احنا عايزين نفس الاستخدامات ان لم يكن اخطر، تمام. وبعض الاوقات بتلاقي ان انا ما قدرتش اوفر التكلفه بس زودت الانتاجيه او زودت القيمه بتاعت المبنى، ممتاز ما فيش مشكله. او انا قللت الفلوس وحافظت عليها برضه ما فيش مشكله. طب لو انا قللت الفلوس وقللت كتير قوي من الاداء بتاع المشروع هتبقى حاجه سيئه. يعني لو انا عندي مديت ملاي فيها 20 جهاز وخليتهم 10 بس، لا، هي الفكرة ان انا افكر ازاي احافظ على القيمة او الاستفادة من المبنى او من المشروع وفي نفس الوقت اقلل التكلفة. دي الفكرة اللي احنا بنحاول نوصل لها، ازاي ان انا ببدأ ادرس واشوف البدائل اللي موجودة. يعني ممكن يكون في مثلا مكنة معينة مكلفة جدا، ممكن اجيب 3 مكنات يحققوا الحاجات ديت، او المكنة دي موجودة في مكان بعيد طب انا ممكن اخليها مثلا في مكان قريب، او في مثلا انا بعمل مدينة ففي بعض الحاجات ممكن اشيلها من المدينة اعتمادا على انها موجودة قريب جدا مني، في خدمات جنبية فمش لازم اعملها. يعني انت مثلا بتعمل عمارة مثلا فمش لازم تحط تحتها صيدلية الا لو انت محتاج تعمل صيدلية، بنبدأ نشوف هل في صيدلية قريبة ولا لا، هل انت محتاج ولا لا. يعني لو في مثلا مستشفى كبيرة وهي جنب مدافن والمدافن دي فيها تغسيل موتى، فخلاص يبقى انا مش محتاج ان انا اضيف قسم تغسيل الموتى مثلا غرفة ليها مخصصة. ممكن مثلا تبدا تشوف مثلا الشغل نفسه هل في حاجه محطوطه زياده عن اللزوم ولا لا، تمام. بس نبعد عن الاستراكشر لازم يدرس كويس جدا، لان ممكن يكون الراجل مكتر في الاستراكشر للاباني زياده عن اللزوم او هو حاسب حساب بتاعته غلط. فنقلل بالقدر الكافي الامان، يعني ما ينفعش ان انا اقول ايه انا هقلل التكلفه وهخلي الاداء زي ما هو ومعدل الامان يقل، لا، معدل الامان لازم ما يقلش. شغل الاستراكشر يبقى بحرص جيد جدا جدا جدا، العب في التكييف، العب في البلامنج، العب في المعماري بذكاء وادي شغل كويس جدا. طيب بيتم الموضوع ازاي؟ بيتم على اول حاجه لازم اقعد فتره اجمع الوثائق، ما ينفعش ابدا وانا مش عامل وثائق، لان ممكن اعتقد ان الحاجه دي معموله لهدف معين، لان انا ما عنديش غير ورقه واحده، بينما في مخطط اخر او في سيكشن اخر بيبان لها فوائد اخرى، فلازم اكون مجمع كل المتطلبات. المرحله الثانيه مرحله الدراسه، ابدا ادرس بقى كل الوثائق ديت وابدا اعرف ايه الحاجات اللي ممكن نشيلها وبتاع. واخر حاجه بقى اخر مرحله ان انا ابدا اقول ايه اللي ينفع يتغير وايه اللي ما ينفعش يتغير وايه الحاجه كويسه وايه الحاجه مش كويسه. ودي بتبقى كويسه جدا، يعني مثلا ممكن يكون المبنى هيكلف مليون، فانا ادخل اقول لا، ده في حاجات المفروض تتغير وحاجات مش مظبوطه. مثلا احنا بنبني على الارض مايله، فهو قال لك هنجيب مثلا تراب وكده وهنشوف الحته المايله دي كلها نردمها، لا، احنا ممكن نختار حته في النص بحيث ان التراب الزياده ده نحطه في الحته اللي ناقصه وخلاص، يبقى كده الارض استوت من غير ما نجيب حاجه من بره او من غير ما نجيب عربيات وتنقل التراب ده لبره، تمام. فامتى ممكن نحتاج هندسه القيمه ديت او الهندسه القيميه؟ لما يكون في تكاليف زياده عن اللزوم، لما يكون عايزين نوفر اعلى جوده ممكنه، عايزين نحسن اداء المشروع ونقلل التكلفه. طيب هل ممكن تتعمل غلط؟ يعني كنت لسه شايف مشكله من كام يوم على الفيس، ان في واحد كان نازل من الخليج بسياره فخمه جدا وكبيره، فالميكانيك قال له ده انت كده هتستهلك بنزين كتير، انا هغير لك التانك عربيه صغيره، بس بدل ما هو بياخد 60 ياخد 30 بس، تمام. وهو بينصح الناس بكده لان ده وفر. اما ده هندسه قيمه بس غلط، الاداء قل
والتكلفه زادت والعربيه باظت وكده كده الفلوس اللي انت هتدفعها في ال 30 هم يعني تخلص 30 وبعد كده هتروح تقف في الطابور تاني بتلات اربع ساعات عشان تجيب 30 تاني. يعني العربيه اللي هي 60 دي قلت لهم مونها نص تفويله ولا حاجه. فشفت موضوع هندسه القمه ده لو واحد مش فاهم ممكن يخسرك كتير جدا. فلا لازم يكون واحد دارس وواحد خبره وواحد اشتغل بايديه وفاهم دي جت منين وراحت فين وهكذا.